كما اجتمعنا في هذه الساعة مباركة طيبة، نسأل الله عز وجل للذي كان سبب اجتماعنا أخطاءه من قبل الولد حفظه الله وشفاه الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتهما وحسنات أحبابهم وأهلهم إن شاء الله. الحمد لله كرمنا الله اليوم كذلك بالشيخ مصطفى ربيعهم إن شاء الله، معتمد الأصل يعني هو تو اسمك الشيخ البشير في هذا الامر، يعني الشيخ مصطفى هو ابن الجميع، والحمد لله راه الائمه كلهم ما شاء الله. يعني فالشيخ سيدي ناجي والشيخ الاسلامي والشيخ سيدي محمد صالح كل الائمه كل واحد اسمه في الحقيقه هذه دائما نقولها في المجامع وفي اللقاءات، اذا اردنا المجتمع انه ينجح ويفلح ويبقى ثابت الكبار ما يخلوش الاماكن تاعهم، الكبار ما يتنازلوش على المسؤوليه تاعهم. ناس سبب هذا اللي رانا فيه الان انه الكبار تنازلوا على صلاحياتهم. وطبيعه ما نقولوا تأبى الفراغ، الكاس اذا ما كانش فيه الماء يعود فيه الهواء. لكن هذا اللقاء ان شاء الله خاصه من هذا اللقاء كما قال الشيخ المعتمد راه بدايه لتأصيل لاجتماعات اخرى، لقاءات اخرى. فراه ما تبقاش هنا فقط، يعني كل لقاء كل يقعد لقاء دوري. المسؤول لما المسؤول يحط يده في الجماعه ويد الائمه ويد كبار الجماعه ان شاء الله بدايه صلاح ونجاح المجتمع. كما يقول المتنبي لولا المشقه لساد الناس كلهم. الجود يفقر والاقدام قتال. يعني بهذه سياده القوم هذه امر عظيم فيه تضحيات وفيه بذل وفيه مشقه عظيمه. فنسأل الله عز وجل الشيخ طه والإخوة من وراء والتوفيق إن شاء الله والنجاح والسداد. كما دائما يقول العلماء العاملين كما قال الشيخ، إذا كان في دعوة ندعوها لولي الأمر، لأنه لما يصلح الله تعالى ولي الأمر خالي عنه. فنسأل الله عز وجل لولاة أمورنا التوفيق والبطانة الصالحة التي تدلهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما يخص إكرام أهل القرآن كما قال الشيخ الشيخ المصطفى ربي يحفظه ان شاء الله، حديث رواه ابو امامه قال صلى الله عليه وسلم حامل القران حامل رايه الاسلام، من اكرمه فقد اكرمه الله ومن اهانه فعليه لعنه الله. واهل القران هم اهل الله وخاصته. في السعاده الحقيقيه عدنا الحمد لله. النجاح في الدنيا والاخره عدنا الحمد لله. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. السلام عليكم. الله تعالى أعطانا أسباب النجاح، أسباب الفوز في الدنيا وفي الآخرة.